وهذا الانجاز اللي تحقق تنظن انجاز يرجع الفضل ليه العمل الكبير اللي كان قام به سيدنا الله ينصره اللي الصراحه من قديم وحنا تنشتغلوا من قديم وحنايا تنحسنوا من الوضع ديالنا. اليوم كره القدم المغربيه الحمد لله داو واحد المستوى كبير في كاس العالم. تنظن هذا المستوى هذا خصنا نحافظوا على النقاط الايجابيه وناخذوا النقاط الضعف ونشتغلوا عليها باش ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نحققوا البطوله الافريقيه اللي هي المهم بالنسبه لينا. تنظن هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا. تنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به، تنشكر السي فوزي القجع والناس اللي تيشتغلوا معاه، الطاقم الطبي، تنظن الاداري، تنظن كلهم هاد الناس قدموا مستوى ديال الاخلاص في العمل الكبير. واليوم الا كانت النتيجه الحمد لله مرضيه تنظن بفضل هاد الناس هادو وفضل العمل ديال اللاعبين والناس اللي بطبيعه الحال الجماهير المغربيه اللي كانت متواجده بداك الكم والجماهير اللي كانت تساندنا في العالم كله. تنظن اليوم هاد النتيجه هادي الحمد لله ما هي الا بدايه ديال الطريق ديال تطور كره القدم المغربيه ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله نحققوا كاس افريقيا في السنه الجايه ان شاء الله. البرامج كان تاخر مشينا تواصلنا معاه جا بسرعه. تنظن بانه التصرف كان يعني عادي وبالليل ضحكنا انا ووليد على نفسنا. هذا اهم شيء ما كاين هو انه يدخل في التوقيت للملعب لانه كان عنده واحد التاخير من حسن الحظ انه دخل وصل. وتنظن بان هذا الشيء عادي في كره القدم.